على روك مسرح قرطاج الأثري مع الفنان سمير لوصيف، شنو محضرين؟ فما حاجات باش تكون مع بعضكم اون ديو في الركح، ولا كل واحد باش يكون عنده المدة الزمنية نتاعو؟ كان باش نقول تو باش نستحقوا المفاجأة. لا انا ممكن نفرج فنانين باش نحقق المفاجأة، يجوا يتفرجوا خير ويرجعوا هذاك كله غاديك. ما هو افون جو كمان. افون جو احنا شوف احنا نحضروا بكل صراحة، نحضروا بزاد بعند الأستاذ رياض بودينار صراحة، اللي هو وكله له كل الاحترام، وهو اللي اعطانا الفرصة بعد وزارة الثقافة اللي كنا مدعوين يعني دعوة خاصة وعلى مستوى عالي. فهمت؟ نحضروا لازم نحضروا حاجة، ولأنه الوقت قصير احنا دعوينا منذ أقل من أسبوع أستاذ سهيل، في أقل من أسبوع 29 يعني الوقت شوية، وقت مضغوط شوية يعني. مضغوط برشا، أما نحاولوا باش نعملوا حاجة ترضي الناس كل. مانيش نطلعوا كاكا طلع واحد سيرسان غنى روح، لا كاكا مالي وكان واحد يقعد يشد روحي. اما نحاولوا في الوقت هذا تو قصير قاعدين نحضروا بحاجه حلوه ممتازه تمشي معنا اللي باش نقدموه. شنو اللي تغير فوزي من التسعينات ل 2022؟ معناتها اليوم فوزي بن قمرة وسمير لوصيف في التسعينات وبدايه الالفينات مش هو بيدو الجمهور اللي موجود حاليا في 2022. شنو اللي تغير؟ الموسيقى تغيرت، السمعة تغير، الذوق تغير، جيناسيون أخرى جديدة تغيرت. تسمع كل شيء، تسمع الأنماط الموسيقية كل. احنا قبل صغار في وقت احنا نسمع نمط موسيقي واحد، أم كلثوم عبد الوهاب انت شنو ودي على الصافي صباح فخري جو هذاك نقعدوا غادي. فهمت؟ في العربي نسمع مايكل جاكسون، بوب مارلي، فيس بريزلي، جيمس براون، باباروتي، غادي قعدنا نسمع في الصغار. لكن مش كما توا، نتاع توا بسم الله ما شاء الله طفل عمره 14 ولدي انا يعرف المغنيين تاع العالم الكل، يعني يعرف حتى يقدر يشبز بابتهم 40 و22 يعرف نساو رجال. تبارك الله المفتاح على وي اوي اوي. علاش؟ خاطر من خلال التقنيات، من خلال التقنية تولي خارجة ولا في الهواء خارجة مع عرشة لي ستوديو متاع تاو مش هما بيدهم تغيرت كل شيء. تغير أستاذ سهيل فهذاك عايش يعني تغير الذوق. نعم إلى قبل ما نكمل سيرين الذوق، على ذكر الذوق، إلى الأحسن أو إلى الأقل درجة؟ شنو تحب نقول لك يا استاذ سهيل؟ انت ضحكت من ضحكتك، فهمت السؤال انا وانت فهمت الجواب. فهمت؟ لا خلينا نكون صراحة، يعني ثم ذوق تبدل الى هو ما افضل، وثم ذوق تبدل الى هو ما اسوء، حتى ما نكونوش يعني زعما اجابة ديمقراطية ونخافوا. لا بصراحة نحكي بصراحة، ثم ذوق ارتقى الى ما هو افضل، وثم ذوق قعد غادي. باه نقلب لك السؤال، هو بدو نفس السؤال ولكن بصيغة أخرى. اليوم أم السفساري وبنت الحي كان خرجوا 2022 يلقوا نفس النجاح ولا لا؟ نعم، معناتها كان اليوم أول مرة باش نسمعوا أم السفساري. نعم يلقاو، خاطر أغنية بسيطة في متناول الناس كل وحلوة برشا. واحد تحكي على بنت الحي سيجي حلو برشا، الأخرى تحكي على أم السفساري الريتم حلو ما فيهاش برشا فلسفة، بسيطة تاك 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 عندك السلام عليكم. واضح باهي. البروف اللي عندها 30 سنه لتوا الناس تحفظ فيها وتغني فيها. فهمت؟ هذا هو. باقي نعاود نرجع لك، الفنان لابد ان يكون زاد متطور ويكون مواكب العصر. مواكب العصر. الفنان سمير لوصيف كان باش يكون معاك زاد في مهرجان الحمامات. نعم. لكن بعد كان فما موجود في مكانه الفنان صالح الفرزيت، ممكن هنا صار فما ممكن سوء تفاهم في شو انا ماذا بيا السؤال هذا تساله الاستاذ شادي القرفي اللي هو الماري بالامر اللي هو شاد الكاس يكون افضل. فهمت؟ اما حتى صوت فهمه ثم يبدو لي انه صارت المفاهمه وتقابلوا قبل عام نول في الكورونا. من بعد جات الكورونا العرض ما تمش. من بعد تم استدعاء صالح فرزيت وتم العرض. لا ثم حتى صوت فهم، لكن فما شكون شاف اعتقاد انه انت اللي اخترت صالح الفرزيت معاك مكان الفنان سمير لوصيف. هذا اللي تبعوا شكون اللي فشاف قال لي شكون هو في نفسه سمير لوصيف كان في راديو اي اف ام وقال انه فوزي بن قبره ماكش في ذا فويس باش تعطي رايك بعد ما قال اختار صالح الفرزيت عوضا على سمير لوصيف. هو انا والله شو قال لك، انا هو ساعه تغدر بالسؤال خاطر اللي سالوا ان شاء الله ربي يحاسبه ان شاء الله، خاطر عمل فتنه كبيره برشا بيني وبينه، واحنا توا اخوه واصحاب كبير بعضهم. وكشفت انا ويا اصحاب بالتليفون تكلموا ونهار تكلمنا وخيان وعشره طيبه. انا اخترت، انا عندي اختيار ولا عندي دخل ناقه ولا جمل؟ قلت لك هذا السؤال
من الأفضل أن توجهوا إلى صاحب العمل شادي كارفي, هو اللي يختار شكون يغني شكون ما يغنيش, اللي عمل العمل يعني. أمانة ناحية ونتحط يعني تخيل في وأكبر دليل على كلامك إنه فما سهرة لو 29 اللي هي فيها فوزي بن قمرة ونعود نعود نقول لك الأستاذ رياض البودينار هو اللي هو اللي أنا أعطيته رقم الأستاذ سمير وقلت تفضل اتصل به وقلت له اسمع فيه واضح إن شاء الله هنتوكا تكون سهرة ممتازة على ركح مسرح قرطاج على ركح مسرح قرطاج الأثري. سمير لوسيف وفوزي بن قمرة رجوع مود جديد جو جديد حتى في كما حكينا بكري في فما انوفاسيون جديده في الموسيقى فما سونوريزاسيون جديده. معناتها شنو التوجه نتاع فوزي بن قمرة الجديد؟ هذاك هو كل شيء شو كما قالك الاستاذ, لابد الانسان يواكب الموسيقى يواكب العصر ويواكب الحدث ويواكب شنو يسمى. اذا كان باش نقعدوا في الفن الشعبي مزود نتاع 30 سنه تاني نقعدوا هو بيدو راه ما نجم نعمل حتى شيء. لكن فما شكون يقول لك فوزي والله اك الشارم نتاع المزود مزود والبنادر بنادر والكل يمشي مع لا مع التطور. اذا كان ما تعرفش اذا كان ما تعرفش كيفاش توظفه طب فهمت كيفاش؟ اذا كان ما تعرفش كيفاش توظفه. انا مثلا عندي باند وعندي جروب حلو برشا لكن ما زلت محافظ على المزود وعلى البندير وعلى الدربوك وجانسيست نحب المدبيه الدربوكه تكون جلد التون جانسيست تو شفت الدربوك جلد ودم البلاستيك انا ما نحبش الله غالب خاطر الجلد يعطي نكهه ويعطي حس اخر قديم حس بنين رنان في الودن فهمت استاذ سهيل باقي نعاود نجارك باقي انا اللي انا قدامي شاب خالد كيفاش كان 35 سنه ولا 40 سنه التالي كيفاش كان في الجزائر يخدم في الراي وخرج من الجزائر مشى لفرنسا وعمل موزعين عالميين جدد الان اصبح فنان عالمي صح صحيح القاد محافظ على اسم الراي وقاد محافظ على الرنه وكان النغمه نتاع الراي. احنا لابد ان نطور في فننا وفي موسيقتنا مع المحافظه على آلة المزود وآلة الدربوكه وآلة البندير. لكن كما قلت لك شفتوا انت البروف اللي كما قلت لك في 24 جويلية كان موجود المزود وتناغم مع الآلات الكل مع جي 150 آلة مع هذاك تناغمت الناس وتفعلت وشطحت وشيخت مع الرعينة الرميمة مع البراني مع الدنيا بخوت مع جواباتي مع الباب السويقة تناغمت الناس وشيخت شيخة ما تماش والمزود موجود. لكن شنو المزود ما عادش كيقبل يعمل شي حب المزود المضبوط قدامه سلم موسيقي يعزف كيما الكمانجا نوتة صحيت ولا هذا هو الفن الشعبي حاليا. نعم هل تعتبره في الأوج متاعه كما في التسعينات وفي بداية الألفينات لا أو لا. لا لا شو صار شو تغير مشنو احنا مغيرناش تحب تذكر احنا مش هما احنا خطأ انا عندي 20 سنة غايب فهمت احنا مغيرناش. شكون اللي كان منعكم؟ لا احنا مالين روحنا الحل بينا احنا. انا كي طورت وبدلت في 1994 عملت موسيقى جديدة متاع 2015 انا اللي غيرت بمعية الأستاذ رشيد إدعس موزع كبير اللي هو فنان كبير برشا أنا غيرت طبعا كي شاركت أنا في 24 جويلة في الموسيقى نشيد الفرح أنا حبيت نغير مش أنا قلت لا لا يا أخوي أنا مزاودي أنا اللي خدم على المزود لا 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 يا أخوي مش حطني مع ذوكم أنا لا يا أخوي اختني خليني في المزود دي وخليني شيء لا شفتها أنا غيرت أنا حب نغير مشيت التغيير فكان احنا منحبوش نغيره ما نجموش نمشيو للتغيير. فوزي بن قمرة ضيفنا في ملا شمس باش نقترح عليك انترفيو باغانيك الدنيا بخوت اليوم كان تحط قدامك الكاريير نتاع فوزي بن قمرة من اللي بديت حد للحظة هذه هل عندك البخت في حاجات او لا فاش اخطأت فاش كنت معناتها قراراتك سليمة معناتها ما نعرفش البخت معاك ولا كان بصراحة أنا لا أؤمن بالبخت أنا نؤمن بالعمل أستاذ صاحب كل صراحة لكن وإن سألتم الله أسألوا البخت ذكرتم معك صراحة هذا حديث ولا آية ولا شنو باش نبدأ متفقين ساعة الناس كنت تقول لك سألتم الله فاسألوا البخت احنا ربي نسألوه في كل شيء في البخت وفي الزهر وفي السعد وفي الفلوس وفي الخير والبركة وفي كل شيء لكن أنت قاعد توجيك البخت لا بوشناق ما عندوش بخت لطو بوشناق ما يخدش في الليل لطو بوشناق يخدم الليل ونهار غيره هو راقد الخدمه يرحم مرضي وغيره تلقاه يخدم زاد ديما لكن ما مشاتش معاه لا مش خدمهاش كش يخدم امين فخت هاي تخدم مش كيما تعرف هاوي
نعطيك اكزامبل صبر ربيع ما عندوش بخ صبر ربيع يخدم بسم الله ما شاء الله عليه فهمت شو كيفاش الحفله الخانيه ما شاء الله انا لا اؤمن بالبخت انا اؤمن بالخدمه الخدمه هي تجيب بعد البخت والزهر عندي ما عنديش حاجه ثانويه اما انا قاعد راقد راكد ونحب كل شيء يجيني ونحب عندي البخت وخدم وصب عليك الشتاء لا سمح به وانا عندي لا عندي انتاج ولا قاعد نخدم ولا قاعد ننتج ويجيك البخت ومن بعد يقول عندي مش بخت وجماعه عاملين فيا ولا وبالمعارف وترى شنو وانا وجماعه جاي من برا ياخذوا فما احنا ما ناخذوش في جماعه تونس وجماعه تدا يعدوا في اغاني ابراهيم ما ناخذش لا سامحني لا ناحي البخت كارير فوزي بن قمره شبيه فيها طلعات وهبطات فيش فرحان وفيش ماكش فرحان بصراحه فرحان في الكل في كل شيء بصراحه 100% مش 100% حتى واحد اذا كان انا اذا كان وصلت هذا راح 100% وقتها بدايه الفشل نتاعي وقتها بدايه التراجع نتاعي اما الحمد لله 400 الحمد لله البروف نعطيك حاجه بسم الله ما شاء الله 19 20 سنه غايب نرجع سنه نقرا حكايه ما غبتش جمهوري زاد قوى نفس الحكايه ف الحمد لله 400 خمسه وخميس عليكم شي الحاجه اللي فرحان بها فوزي بن قمره حاليا وتقول له خمسه وخميس عليك مش ندخل هذا في 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 فني في فنك او لا. في حاجه في البلاد حاجه في البلاد صارت لك حاليا في لا في البلاد في احسن حاجه في احسن حاجه كي تنحى مجلس النواب قالوا لنا حنقولوا خمسه خمسه عليك واضح نجيب قيس سعيد ولا قيس اللي هو ربي فض ولا ما ولا ما انا ما ننتمي حتى شيء راه اما نحى لك كل 11 سنه تعاسه خمسه خمسه عليك كاو سيتو نجيبك نجيبك مش يا المصراره لا نجيبك ينجيبك شي الحاجه اللي تحب تجيبها نجيبك نجيبك هي ام ولدي جبت لي ثلاثه صغار من 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 احلى ما ثم في حياتي ثلاثه ناجحين ناجحين في دراستهم من الاوائل في المكتب يحفظوا في القران ما شاء الله واحد يحفظ في 35 حزب والكبير يحفظ في 22 حزب سنتيور نوار في الكاراتيه مازالك واحد نجح ميداي دور ولا خد ميداي برونز ربي فضلهم فضلك البنيه السبيه ما شاء الله عليها زاد ترزمانيه فاكولتي في التصوير وفي الدنيا وفي كذا في الاخراج ان شاء الله طفل كبير ان شاء الله باذن الله سمعين في الموريال قاعد يقرا كما قريته ابيانتو ان شاء الله نعرسه له ها الحمد لله رب العالمين يا ربك الحمد على شنو تقول اش لازني فوزي بن قمره اش لازني اعطيت الثقه في برشا ناس وصحبت برشا ناس مشيت معهم بقلبي فهمت وربي يهديهم ان شاء الله معناتها اليوم الثقه معناتها حاجه باهيه كي تعطي ثقه الثقه في مش في الناس كل صعبه شويه استاذ سهيل صعبه اعطي ثقتك لبرشا ناس وخذلوك نعم هم خذوا روحهم خذوا جينا والله ما عندهم نقص فيا انا هو بيدو نزل 30 كيلو نزل 60 وعندي عجز عينين وعندي شعر وعندي راس وعندي خشم ما نقص مني شيء فهمت ناقص استاذ سهيل كل واحد ياخذ لك ولا يعمل معك حاجه خلي. من الميدان فوزي من الميدان وحتى خارج الميدان سواء كان الرجال سواء كان النساء وخاصه الرجعه نتاعي هي فهمت رجعتك هذه خلقت لك برشا اعداء فوزي انا ما شفتش ما نسمع ما حق انا خاطر ما عنديش استاذ سهيل تقريبا حتى اللي كنت صحاب معاه ولا معاه الله يهدي انا حق شنو الحاجات اللي تسمحها اليوم فوزي قاعدين نشوفوا في نجاح في المهرجانات الجمهور ما تعطش الاغاني فوزي بن قمره فوزي بن قمره على الركح الجمهور قاعد يمشي ويتفرج شنو هي الحاجات اللي تسمحها في وسط هذا الكل لا انا نقول لك حاجه والله يا استاذه انا ما يحق لك تقيم ربي ما نعطيش ودي للحاجات السلبيه اما سي نورمال حاجات تبدا تعيشينها كتجيك مع اصحاب هذا ياثر عليك ولا لا والله لا انا تعرف انا نقول لك حاجه سنه على شنو الفشل هنا انا عايش على واقع نجاحاتي معك ما عندي حتى سنه حاطط حاجه ايجابيه في مخي شفت حاجه سلبيه انت ايش تري شفت كيس واحد يقلقني قلت شو بيك نقعد نعمل مشكله قدم واخر شو بيك تزمج بيك صار اي تمشي قدام واضح باهي مكملين مع ضيفنا فوزي بن قمره في ملا شمس حتى للخمسه نتاع العشيه نكملوا نحكيوا في العروض الفنان فوزي بن قمره نحكيوا على عرض عشاق الدنيا لعبد الحميد بوشناق تمت دعوتك للمشاركه في العرض؟ لا حبيت تكون موجود في العرض هذا؟ ما عنديش لا وقتها العروض الاولى كانت في جويليا 14 و15 وقتها انا عندي التزامات الحق تاع ربي عندي التزامات ونخدم فهم كيفاش لكن اذا كان بوجهتي الدعوه فكون نكون موجود شفتوا العرض ولا ما زلت؟ تفرجت في لا مني ليها ما حضرتش لا ما حضرتش وتمنيت لو كون حاضر فما تفرجت شويه في لي سيكونس حاجه مشرفه وحاجه ممتازه جدا
وحاجة غاية بكل صراحة. حسيت فيه تكريم للفن الشعبي؟ هو العرض لو كان ما جاش فن شعبي كيفاش يكون العرض؟ ديما الفن الشعبي راه تحب تقرا استاذه خاطر ثم نسبه كبيره الفن الشعبي هو اللي يهز العرض، مع احترامي للفنانين الكبار اللي كانوا موجودين مسرحيين وممثلين زاد عطاو صبغه اخرى للعرض، فالعرض كان متكامل للزوز هكا وهكا فهمت. اما اللي نقولوا لك انا العرض سيكون له شان كبير في المستقبل يبدو لي، خاطر الفكره حلوه، خرجنا من التلفزيون حطنا سيرسان ومش سهل فهمت، وكانت والناس استمتعت يعني متعه كبيره في كارتاج يبدو لي. اي وكانت فما زوز سهرات خاطر نعم. فما ناس حابه تتفرج في العرض نعم. وما خلطتش باش لو كان عمل الثالثه كيف كيف تتعبى وتنجح. عمل في سوسه نعم. وعمل في احدى الناس مشتاقه استاذ سهير بيان سور. باه نحكيو على فوزي بن قمره ضيفنا ان شاء الله تلقاوه لو 29 في كارتاج مع سمير لوسيف. فوزي بن قمره معناتها صرحت قلت تجربه الانشاد الديني انتهت خاطر ما توكلش الخبز، معناتها اليوم المعادله نتاع الفنان معناتها اليوم بين الخبز وبين فنيا معناتها اليوم ما نعرفش اسكو شنية معناتها يحس الفنان بينه وبين روحه اليوم ارضاء روحه او ارضاء مكتوبه اكثر كيفاش المعادله تتم بسلاسه عند الفنان، معناتها اليوم كان نحط روحي نخمم في بلاستيك معناتها نجم نتعب. لا استاذ ولا يشوف والله فرصه انت تعطيني ربي يفضلك بارك الله فيك باش نوضح. تعرف انا ما قلتش الحكايه دي ما قلتش تقلت برشا مرات وسئلت برشا مرات وما قلتش والله سمح موجوده بارتو ما قلتهاش معناتها في مصادر معناها لا ما قلتهاش لا معناتها معروفه في البلاد سمعت اما ما قلتهاش قلت وقفت على الانشاد عرفت علاش وقفت على الانشاد وما قلتش ما كلش خبز عمر ما قلت لك حتى كنت فرصه خلينا نوضح صحيح حتى كنت 7 سنين عملت انشاد الحمد لله رب العالمين ما كانش امور طايله وكبيره لكن الحمد لله رب العالمين كان نصيب لبس. اما اش قلت نوعيه الانشاد اللي قدم فيها انا استاذ سهيل ما كانتش عندها وقع كبير في تونس. مثلا الناس استانسوا بالحضره واستانسوا بالزياره واستانسوا بالسلاميه تحبها تكره بالريتم. انا جبت نوعيه اخرى نتاع سامي يوسف نتاع النوعيه ذيك نتاع ماهر زين سامي يوسف انشاد روحاني ما مشيتش فوالا وقفت. هذا اش قلت؟ مش قلت ما كانش خبز مستحيل فهمت. وقفت على خاطر ما عندهاش قاعده جماهيريه كبيره وحتى في التلفزيون وفي الراديوات تمشي عند استاذ سهيل المناسباتيه معناتها في المولد في رمضان في راس العام الهجري مولد معناتها اليوم اذا كان رجعت طويل كل شيء لكن مش قعد فنان شامل معناتها اذا كان فما انشاد حاجه اخرى غنيه علاش لا تغنيه نعم علاش لا. والفنان راه ما يلزموش يقتصر على في نوعيه بك معينه نتاع الفن اذا كان ربي سبحانه وتعالى طاقه في طاقته طاقه في صوتيه في صوته ويعني ويجيد الانماط الموسيقيه اخرى علاش لا. بين المسود وبين الانشاد الديني انا هو اللي اقرب لك الانشاد الديني. الانشاد الديني على خاطر اصعب من المسود واصعب من الانماط الموسيقيه الاخرى نقول لك علاش. لانه الانشاد الديني الانشاد اللي هو فيه جانب روحاني كبير برشا يعتمد بالاساس على الاصوات. الانماط الاخرى الموسيقيه تعتمد على الالات تقول جمله تقول جمله ومن بعد تسمع جمله اخرى موسيقيه ترد عليك او كورال او كورال ومن بعد ينتج الجمله نتاعك. في الموسيقى الروحانيه الكل تعتمد على الاصوات. شوف تسمع نقشبندي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله حاجه خالي ما عندوش تخت موسيقي كبير اللي ينهزه ينجم يهزه لا عنده فانا نحس روحي مرتاح اكثر في الانشاد ولو انه ماهوش مع بعضهم زوز. لكن كي تحطني في الفن الشعبي نقولي فن شعبي بأتم معنى وي نعرف قاعد نعمل نخدم عيناني قدام وذني التالي مخي التالي والقدام لاهي بالتخت اللي ورايا لاهي بالناس اللي قدامي لاهي بقدامي لاهي بيصور لاهي بيمشي بيجي ف ما شاء الله يعني معناتها اليوم كونكلوزيون للموضوع أي. مسيرة فوزي بن قمره الفترة نتاع الانشاد الديني هي فاصل ممتع وحاجه حاجه حبها فوزي بن جدا 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 مشيت بها درت بها برشا بلدان في العالم. عملت بعروض في ايطاليا عملت بعروض في فرنسا عملت بعروض في موريال عملت بعروض في السنغال عملت بعروض في في في, في, في بريطانيا عملت بعروض في فرنسا في برشا عروض في اوروبا الانشاد الديني فهمت نعم. وعرفت بها برشا فنانين اخرين زاد موجودين في العالم زاد على مستوى عالي في الانشاد
في الأصوات الجميلة. جوستومون نعم. صحيح. نعم. مؤخرا شفنا بيان للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة اللي أعلنت فيها أنها قررت والفنان فوزي بن قمرة رفع شكاية ضد الإعلامية بيزردي بسبب الثلب والسب والتشهير. القضية هذه وين وصلت فوزي؟ الله يمنع في الأمر بيد النقابة لا بيد النقابة نقابة. أنا ما يشتهي ولا لأي بالخدمة فهمت. أما نقول أكتشفت أنا قاعد في بلاستي وشي هابط عليك يعني. علاش فوزي؟ والله ما نعرف. تو انت يا استاذه انت اعلاميه في راديو محترم كما هذا تستغل البوق باش تسبي الناس وبتصفي حساباتك مع الناس. معقول هذه؟ اش معناها اعلامي؟ مش اعلامي مش مرآه المجتمع؟ ينقل الاحداث والخبر ومرآه المجتمع. ايه؟ اذا كان حاجه ينقلها. مش تستغل هذاك باش انت تفش غيدك في فنان او فنانه او 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 او, أو. هذا من غير المعقول. ومش مره مش اثنين مش ثلاثه مش اربعه. يعني من غير المعقول فهمت. انا حق نتاع ربي ما ساكت ما كلامش حتى عاد ما سمعت يتكلم كلمه فهمت. اذا كان عندنا نقابه محترمه دفع الفنان فلتقوم بذلك فهمت. تحس روحك مقصود معناتها معناتها فما ما تركاش واضح الامور. مش معناتها مش ما عند حتى حد مع احترامي مع احترام الاعلاميين كل الحمد لله 400 بقدر مع بعضنا الناس كل يحبوني والناس كل نحبهم وكل لهم كل الاحترام. لكن الله يهدي خويا صايب خليها قايله حلوه مع شمس افهم حلوه ومسمع حلوه والناس يسمعوا فينا محترمين خليه ودنيهم تبدا هكا يسمعوا كان حاجات الايجابيه ان شاء الله ان شاء الله يقلقوك الحاجات السلبيه فوزي بيان سور. والله خاطر شوف استاذ سهيل قول باب ساعه ما عادش وقت ثاني باب كبرنا ثالث باب ما عادش يخرج علينا فهمت. الرابع حاجه شنو نعدوش عمرنا في انت بيك انا عليا انت بيك انا عليا جوستومون هنا ينجم يكون فما مجال للصلح اذا كان واحد خلينا من هذا اذا كان الانسان قلبه اذا كان الانسان ربي عطاه قلب باهي راه ديما يقعد في مجال الصلح. وحاجه اخرى شنو اللي صار هو حتى في باش يكون في مجال الصلح شنو اللي صار اصلا من اصله يا رسول الله حتى باش يكون في مجال الصلح او مجال غير الصلح ما صار شيء يا رسول الله. فخلينا نعطيهم صوره اخرى لاولادنا وللجيل القادم صوره حلوه باهيه تخليهم مش احنا قدوه للصغار اللي جايين باش نكونوا قدوة إيجابية ولا قدوة سلبية؟ ما إيجابية ولا إيه خلينا عايشين إن شاء الله 2023 يطلع علينا إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله وبالاقتصاد وبالثقافة وباليمن وبكل شيء. أما أنت تشوفين أمورنا يعني تاك تشوف حتى المناخ الجوي في العالم قاعد يتغير فما بالك احنا فما بالك احنا اللوطة يلزمنا نتغيروا يلزمنا نتغيروا يلزمك الأفكار القديمة أعطينا أفكار أخرى جديدة فيها تسامح وفيها الحب وفيها المحبة وفيها 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 تشوف الغير المسلمين كيفاش عاملين في العالم. لكن هذا معاك على الأخر لكن راهو المشاكل والكلاش موجود من قبل حتى في عصركم من الأول مسلمين معناتها نسمعوا بعركاتكم قبل معناها ولا لا حتى أنتم العالميين عندكم برشا عركات نعرف لكن موجود معناها من قبل على طول الزمان نقص شوية. انا راه كان معاك انا راه كان في روحي وخدت في روحي راه لست افضل من الجميع لا لست ملائك وما عنديش اخطاء عندي اخطاء كالناس كل هكا ربي خلقنا. اما ننصح في روحي انا مش ننصح في الناس مش انا جيت ماخذ ميكروفون ننصح في الناس لا نغيروا شويه من انفسنا امان نغيروا نعطيو صوره اخرى نتلو في حاجه اخرين حلوه فهمت. وقت يجي باش نقول للناس شكرا نقولوا شكرا. وقت الانسان يسيء باش نقولوا راك اسات لكن نقولوا اسات نقول له بلطف مش نجرحوه خاطر الانسان هكا باش نجرحوه عنده عائلته وراه عنده مرته وصغار وعنده بناته في طوله ولاده في طوله امان كلمه خايبه راهو عنده مكتب هذوك باش يقعد باش يقعد باش يدخل المكتب امان اي جوستومون مش 10 تلمته عام كامل شنو هو فوزي بن قمره المهرجانات كيفاش كانوا الصناح معناتها اليوم كي نحكيوا على المهرجانات موجود في اكثر من بلاصه قابلت الجمهور متع. حضر لك الجمهور معناتها شنو الفيدباك مع عند الناس اللي قلت عليه انا سناء متعه ولو انه سناء المهرجانات كانت متاخره شويه يعني كانت هي وسناء ما انت شفنا كل شيء احنا الحمد لله ربي سناء فرهدنا على سناء وعلى الاقل من بعد كورونا عامين كامل اي انا فاكر عم ناول الفقره ديال شادين ديالنا 17 تونس الكبرى تونس الكبرى ما جاورها تونس الكبرى ما نخرجوش 17 في الدار يا ميمتي شنو هذا لكن الحمد لله 400 هذا فضل من عند ربي سبحانه وتعالى باهي ولو أن البرمجة جت مخر وكل شيء جا مخر وبعد الفنزة هذا يقول لك ما زالت البرمجة وما زالت ما عطاوش الفلوس ما زالت عطاوش نوا اشتر المهرجانات كل ما فيهاش فلوس اشتر المهرجانات يقول لك اجي خويا المهرجانات قدامك اجي حل وخدم وحدك اشتر الاخر يقول لك راه اخدم سلقي شيء اشتر الاخر يقول لك خويا لا سنان بطلت اشتر الاخر يسكر ما عندوش بيجي كبير باش يجيب برشا فنانين لكن الحمد لله رب العالمين اللي صار سنان الحمد لله ما انا فرحان الحاجة اللي برشا توانسة سنان خذوا فرصتهم على الاقل خاصة المسرحيين ما شاء الله سنة كان المسرح يعني
قصت كبير برشا موجود صحيح برشا برشا ما شاء الله. وكان وكان زاد الفنانين زاد مش برشا قصت كبير برشا لكن نقول انا الحمد لله رب العالمين كنت في مهرجانات حلوة استمتعت بالحضور مش هم استمتعوا انا استمتعت بالحضور كانت الكل محبية سيور شارش قدمت احلى ما عندي افضل ما عندي قدمت عرض اسمه ملا فوزي استمتعت بحضور الجمهور من صفاقس من الجنوب للشمال من العاصمة مهرجان رادس كان زاد ممتاز حلو بحضور برشا اعلاميين كما قلت لك الحاجة اللي انا اليوم خرجت بها خرجت اللي 20 سنة غايب وكاني ما غبتش جوستومون كنت راضي على العودة سنين كيفاش هكا حسيت هلا العودة هذيا بعد الفترة هذه كما قلت كاين ما غبتش لخسرك في كم واحد كاين ما غبتش كاين غبت البارح كاين مشيت قايلت وعاودت رجعت بكل صراحة والحاجة اللي استمتعت بها هو كما قلت يعني ثلاثة تروا جينيراسيون يجوا يتفرجوا فيا يقعدوا من الأول حتى الآخر ما يقوم حد فهذه حاجة تفرحني برشا بيان سور قلت 20 سنة غايب اليوم كان ما غبت كان ما غبتش فوزي بن قمر كان في فترات قلت يا والله ما ما ما, ما غبتش وكانت المسيره متواصله كونتينيو معناتها ما فماش تقطعات لا كنت نجم نمشي لابعد كيما شنو؟ كيما قلت كان في 94 95 كنت باش نعمل الديديو مع الامريكان واسبانيور ولازمني نطور روحي فهمت نجيبك كنت باش نعملها مع جروب اسبانيول معناتها كنت معناتها توصل للعالم وي وربما نفوت خاطر ما نجمش قاعد خاطر 20 سنة باش قاعد نفسه وبيدو يظل لي اخطأت في العنوان اما يلزمني نغير فهمت يلزمني الموزيكا نتاعي تمشي الديو مع العالم مع بلدان العالم كل شوف انت نعاود نرجع لك شاب خالد كيفاش ما شاء الله كل مرة ديو مع واحد فهمت اذا كان ما غيرش موزيكتي يظل لي ما عملت شيء فهمت نجم نشوفوك في ديو مستقبلا معناتها في المشاريع القادمة تاع فوزي بن قمرة هكا ديو كتبدل فيهم يبدو لي لا يبدو لي الله اعلم ممكن باقي ممكن الفنان الكبير بالتي تقابلت معه في شتاسنا في لايكو كان فرحان بالمشروع نتاعو الجديد اللي عمله وحكينا مع بعضنا في قبل في غناية عجبته هو وقلت ربما يكون عندك الوقت نعود نرجع وعجبته الدنيا بخوت يحب نخدم مع بعضنا اي فكلامي مره قلت له اعطيني نسمع نوعية جديدة ما وتش الوقت وما شاء الله مشيت معه وبسم الله ما شاء الله اصبح فنان عالمي وفرح لنا برشا وربي ان شاء الله يوفقه ويعطيه ما يتمنى ان شاء الله ربما نتقابله مره اخرى في القريب العاجل وتكون عندنا حاجه حلوه عالميه تفيدني انا وتفيده هو وتفيد المستمع اي اما كهو ما يضل لي اما تقولي انت في جديد عندي حاجات جدد ان شاء الله بعد المهرجانات في سبتمبر عندي اغاني جدد ان شاء الله جديد يعني حاجات جديده جديد جديد نوعيه اخرى جديده مع المحافظه على المزود كالعاده والدربكة الجلد الدربكة الجلد ضيفنا فوزي بن قمرة تورني مهرجانات تورني معناتها كان ناجح ان شاء الله حظ موفق ليه سهرة 29 اوت ان شاء الله تسهروا مع فوزي بن قمرة وسمير لوسيف في مسرح قرطاج فما ناس لا يروق لهم التلمزود لا تروق لهم وصار وقت حكينا وتحكي عليه برشا الموضوع اليوم تغير مدير المسرح البلدي تغير وجاء في استاذ زهير حتى لا نظلم الرجل انا استاذ زهير اكن له كل احترام اي تحيلي بيان سور هو رو يعني يبدو لي انه على ما اكتشفنا المشكل ولا سته في مسرح صغير هو يبدو لي انه ما عندوش مشكله مع قله المزود لا همش نفسر لك خاطر تعين تحيلي زهير الرئيس لكن سؤالي ما زلت باش نتفرع فيه على خاطر كان معنا اكرام عزوز ونعم الناس اللي هو خلف زهير الرئيس على رأس المسرح البلدي وكان معنا على المباشر وباركنا له وقتها وسألته شخصيا على آلة المزود إذا كان فما عروض لآلة المزود في المسرح باش يتم برمجتها ولا وجوابه كان إذا كان العرض راقي سيتم برمجتها أحسن جواب يعني إذا كان فما عروض لآلة المزود عروض تقدم الإضافة عروض فيها آلة المزود وتكون باهية باش تتعدى في المسرح البلدي وأنا معه إذا كانت تكون عروض على مستوى عالي موسيقيا وحضوريا أنا معه في الشتاء إن شاء الله أي عنا عروض تشوف معناتها تكون موجود في المسرح البلدي إن شاء الله بيقول إيه خلنا نرجع للأستاذ زهير الرئيس زهير ما كانش عنده مشكلة مع المزود كان عنده مشكلة مع القانون الخيالي اللي كان موجود في ذاك الوقت لأنه مشاو العرف
قبل كان مزود ممنوع من التلفزيون ما كانش في قرار كتابي. اي صحيح شفت عطوا تونس مستقلة عنا ورخصة عنا ما يثبت لي عنا وثيقة تونس مستقلة تونس مستقلة. المزود ممنوع من المسرح عليه كان أنا قابلت الأستاذ سعاد عبد الرحيم قلت له أستاذ فوزي القانون مش أنا عملته لقيته موجود وقتي أنا دخلت توليت المنصب اللي هي في البلدية فكان موجود على عرف المزود ما تمشي في المسرح ما كانش كتابي. فأنا معك ومع الأستاذ أكرم عزوز إذا كان يكون فن راقي سواء كان مزود ولا مش مزود يا أستاذ سهيل حتى ما نظلموش المزودية خطر إذا كان خطر, خطر, خطر تبعنا الموضوع وقتها وكان السؤال معناتها توجه له قالوا نبدلوا كذا وكذا دونك نبدلوا بسنتي معناها أورج دونك النجمون يقبلوه العرض دونك هنا فما مشكلة مع الآلة وهذا ما يجيش وهذا ما يجيش. أنا 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 وش قلت أنا سألت سؤال بركة مع الهدي زعيم وجهه تحية قلت الأستاذ زايد الرئيس قلت كيجوكم أنتم موسيقيين عروض موسيقات من العالم الكل مثلا بوديكم يجيكم جروب من هند فيها 15 موسيقي هل تفرض عليهم آلة موسيقية معينة لا هل تجيكم مثلا جروب من الأردن وعندهم كل مزود ذلكم الحلو تقولون مزود لا ممنوع من كذا هذا شنو هل تجيكم جروب من بريطانيا وعندهم كورنيميوس الخامة كل الحلوة تقولون لا ممنوع من مسرح تقولون لا مش علاش احنا لا صحيح ان شاء الله انتوكا نراو عرض للعرض شعبي في المسرح البلدي جوستومون هو نتفكر وقتها زهير الرئيس قال انا مش مشكلتي مع الآلة لكن الناس باش تولي تشطح وباش تولي فوضى ودونك هو ممكن يخاف على الحاجات الموجوده في وسط المسرح حتى في الحضره صارت فوضى حتى في زياره صارت فوضى حتى في اساس الدغمان وشنو هذيك صارت فوضى حتى في عروض اخرى صارت فوضى علاش يعني الناس اللي ماشي تتفرج ما تصورش كيفاش تقعد مكتفيده وتتفرج تخيل تخيل الجمهور اللي هنا موجود للتفاعل لا وتخيل تمر ما نجيبك نجيبك تقول الناس قعدوا ما تشحوش تو معقول هذه جوستومون كان تحبوا تشحوا تنجموا تكونوا موجودين لو 29 في قرطاج في مسرح قرطاج مع فوزي بن قمره وسمير لوسيف فوزي سيدي ما نجمش جيت بحثنا في الشتاء في مروحين معناتها ما نجمش ما نسمعش اه محلاك الحسه ولا ما نجمش كنا معك ضيوفك حلوين محلاك ما نجمش نقعد ما نسمعوش فوزي بن قمره سورتو احنا على المباشر معناها تغني حاجه وحدك ولا نقترح عليك حاجات ما نعرفش تحب انت نمشي 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 الدنيا بخوت ما نجمش نجمش عندك حق لا سينون بيت البرة سينون بيت البرة ولا باش عشاء ولا نشوفوا لا 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 اخوي لا طبعا في الصيف بيت البرة بيها سخونة مش مشكلة باش عشاء وسخونة اخوي تولي مشكلة ولي وقتها مشكلة كبيرة يلا الدنيا بخوت الايام تجري والعمر خسارة الفم يضحك والقلب فيه حزان درتا الصغرى عدى والزهر مرامة يا من صافي والزمان خوان يا ما حملت عذابي ايه والدنيا بخوت خايف يروح شبابي فوت اللي فوت الله برافو ضيفنا فوزي بن قمره تلقاوه في قرطاج مع سمير لوسيف نهار 29 اوت ان شاء الله المسرح الاثري في قرطاج برشا جو يستنى فيكم تذكر مش غاليه برشا مش غاليين بكل كل والله معش يبدو لي انه دراسه باش تكون تذكر في متناول الناس كل باش الناس كل تخش تفرح خصوصا الاحياء الشعبيه اللي مساكن ما يجموش يتكبدوا التذاكر الغاليين مع الركوب مع التاكسي مسكن هكا صوم في متناول الناس كل باش تجي الناس كل من تونس الكل باش تفرهد بصراحه يعني عملناها باش الناس تجي تخرج تفرح تتفرهد ينجم يكون العرض هذايا خطوه لقدام باش نشوفوا عرض في اطار مهرجان قرطاج الدولي العام الجاي يا حبذا علاش لا يا حبذا والله قدمت سنان كرتاج قدمت نعم اي قدمت مع ناس القرمشي والله ما الاجابه ما كنتش موجود نعم جاي ان شاء الله باذن الله السنه ان شاء الله ان شاء الله فوزي بن قمره نحب نخلي لك كلمه الختام شنو تقول للناس اللي باش تكون موجوده في كرتاج والناس اللي تحب فوزي بن قمره نقول لهم اجاو راكم باش تستمتعوا متعه كبيره برشا باش تلقاو اللي تحبوه انتم كل من انا ولا من سمير فنان سمير وصيف يعني هو باش يعطي ما عنده وانا باش يعطي ما عندي متعة حاجة روعة منعش العرض قداش باش يدوم الله أعلم ربما نفوز السباح
ربما ما خدر الجمهور باش يقولك زيدني 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 اللي خارج منها شكون باش يغني الاول شكون باش يغني الثاني ما نعرفش تو ما نعرفوش قداش باش يقولك الجمهور غني زيد 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 اما نتصور انا يعني باش قعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتعدى كما نحب انا على مستوى عالي افضل نقدموا افضل ما عندنا باش يقعد التاريخ باش يحسب لنا الزوز واللي باش يستمتع هو الجمهور باش يستمتع بدرجه اولى باش نستمتعوا احنا بدرجه ثانيه بحضور الجمهور ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك فوزي بن قمره ان شاء الله حظ موفق يتعم فيه دونك تعاونيه الشؤون الثقافيه نعم. ووداديه مندوبيه تونس نعم. منظمين حفل دونك تحت شرف وزاره الثقافه دونك 29 اوت 2022 عرض بنت الحي ام السفساري فوزي بن قمره وسمير لوسيف ان شاء الله حظ موفق فوزي بن قمره ربي يخليك ميرسي بوكو شكرا اللي حضرت كنت موجوده معنا اليوم في مالا شمس على شمس فام ربي يخليك انا أشكرك جزيل الشكر وأشكر الأستاذ سهيل كل ما كانت عندي إطلالة في الراديو هذا إلا وتكون نكون معزز مكرم ونروح فرحان وتكون يعني ببساطة وتكون فيها احترام كبير كبير مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر شكرا فوزي بن قمرة تحية ليك ميرسي سيرين ميرسي بوكو